بريزونطاسيون عادة. إذن مشاهدينا مشاهدي الصفحة الرسمية ديال شوف تي في، صباحكم برون، كنتمنى تكونوا في أفضل الأحوال. حنا كنتواجدوا بشارع بن علي، وهذا الصوب كيتواجد بشارع بن علي، فهمتيني؟ فالناس هنا نزولا عند الرغبة ديال هاد الناس هادو عيطوا لنا ابن واحد عافاك، شوف ابن واحد باش ما نبينوش الناس، فهمتيني؟ هاد الناس الساكنه ديال هاد الحي هذا كيتشكاو، قال لك ما تسوق، خايفين من السلامه ديالهم، قال لك يكون مكتظ بزاف، يعني ما كتبقى لا شروط السلامه لا والو، خصوصا ان احنا في الحجر الصحي خص الانسان يحترم هاد الشروط. فهاد الساكنه هادو كيف ما كتشوفوا بغا يوصلوا صوتهم، فواحد الساكنه معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف بقيت اخويا، الاسم ديالك؟ زهير من حي النرجيس بالضبط شارع النماء. يعني حنا كساكنه كندو بهاد السوق العشوائي اللي عندنا هنايا، يعني بما يتسبب في مجموعه يعني من الضرر للساكنه، من ضمنها الصداع، الهراج، السب، القذف، الشتم، الكلام النابي، يعني يوميا وحنا كنسمعوا هذا الشيء هذا من الساعه 8 صباحا حتى 2 ديال زوالا، وحنا كنسمعوا بحال هذا الشيء هذا في ظل غياب كل السلطات المحليه. يعني كنشوفوا مجموعه من الاحياء الشعبيه بحال باب جنان، بن دباب، بن سوده، كلهم حيدوا لهم الاسواق الشعبيه اللي عندهم تمايا، الا هذا الحي ما عرفناش حنايا هاد السلطات المحليه اللي مسؤوله على هذا الحي، يعني شنو هو الهدف ديالها من هذا الشيء؟ واش عندها شي مصالح في هذا العشوائيه هذه؟ واش كاينه شي ايادي خفيه يعني كتلعب، يعني عندها مصلحه هنايا؟ في المقابل السيمانه اللي داز جات القناه الثانيه دوزيم، وصورت هنايا، وجاو بعض يعني المسؤولين هنايا حيدوا لنا هذا السوق، يعني واحد النهار ولا يومين، والله غد اللي كنتفاجئوا بعوده ديال هذا السوق، يعني كيف ما كان من قبل. وبزاف ديال المتتبعين غادي يقولوا بان هاد الخضاره هادو وهاد اصحاب الكرارس يعني فين غادي يمشي، وشنو غادي ياكلوا، شنو كذا وكذا، حتى حنا رحنا بدورنا كنتعرفوا مع هاد الناس فين غادي يمشي، يعني هذا هو السؤال المطروح، يعني هذا ماشي حل يعني انهم يبقاو هنا على حساب الراحه ديال الساكنه. السلام. هذا يعني هذه اشياء خصها تحلها السلطات المحليه، يعني حنا كنوجهوا مجموعه من الاسئله، يعني علاش هذا السوق هذا بالضبط في وسط يعني هذه البنايات في هذه الساكنه هذه ومتاجر، يعني بزاف ديال الناس اللي سدوا المحلات ديالهم ومشاو، الناس اللي رحلوا من الديور ديالهم ومشاو، يعني كنعيشوا واحد الحاله مزريه جدا في هذه الحياه. كنتمناو يعني شنو الرسالة ديالكم؟ كنتمناو من المسؤولين أنهم يحيدوا هذا العبث هذا وهذه العشوائية، وفي نفس الوقت أنهم يوفروا يعني فرص، يعني منطقة أماكن، يعني يعوضوهم يعني عندنا بقع أرضية. يعني كيف يعقل أن حي النرجيس يعني يعد أكبر حي في المغرب ويقال بأنه أكبر حي في إفريقيا وما فيش سوق واحد باش يتقدم نموذجي؟ يعني كاين بقع ارضيه هنا، يعني مجموعه من البقع الارضيه، علاش ما يوفروهاش لهذا الشباب هذا يمشيو يخدموا على راسهم؟ اذا المشاهدين كيف ما شفتوا، شوف الاخر يهضر معنا، اذا كيف ما شفتوا هاد الناس هادو هما كيبلغوا الرساله معنا. كذلك احد الساكنه، تفضل اخ ديالي، قلنا شنو هاد الساكنه ديال شارع النعماء بالضبط في النرجيس، جينا راني خدام مع هاد الناس هادو في الدار. هاد الناس الخضاره كاينين واحد الفئه اللي مخلصين واحد المبادره اللي ما لقاوش فين يحطوهم، وان شاء الله ما يكون غير خير ان شاء الله. وكاينين الناس اللي كيتسبوا في هاد المشاكل هادي، راه ماشي ديال هاد الساكنه وماشي ديك الناس اللي مخلصين اللي مضابطين، اللي مضابطين راه هما الحمد لله كاينين واحد 25 واحد 30 واحد هما اللي مخلصين، وكاين اللي ترونجي اللي كاينوا كيتبقوا عليهم بلاصه من هنا وبلاصه من هنا وبلاصه من هنا كيتكبوا لهنايا. يعني هاد الناس هادو كانوا ديجا منظمين وخسرقوا هذا النظام هذا في هذا الحجر الصحي اللي حيدوا بزاف ديال السويقات والاسواق وهذا، هما اللي السبب ديال هذا الشيء هذا. اما هادو راه 6 سنين هما هنايا نعمسوا، يعني شكرا. ما حيدهم حتى شي واحد، كانوا منظمين راسهم براسهم من النقطه، وكانوا كيمشيو مع الوحده، منين دخلتوا عليهم برانيين تما فاش نهض هذا المشكل هذا، وانا كنهضر على اساس راني وداد الحي هذا. يعني كيف ما شفتوا هذا احد المشاهدين، يعني قال لك اطراف جاو مع على برا وتجمعوا هنا، داك الشيء اللي خلى يعني داك الشيء اللي كاين. نقد نقول لك راه عاونت الحجاج هذا النرجيس، راه عاونت الحجاج جاب مفلوري جا، الاطلس جاو، كاينين بن دباب جا، ولكن الحمد لله راه جعلنا نحن نتصرفوا كتحتنا كقوه باش
ضمن هذا وحيدنا بلاتي هي احسن ديك الناس اللي برانيين لانهم يمشيو بحالتهم للبلايص ديالو ويشوفوا حتى هما شي حل الحل اللي يديروا معاهم واش عطيهم فراس حوانات ولا شي لوكال فينا يخدموا. شكرا لك. حنا نتمنى ماذا بينا حنا حتى حنا يعطيونا شي لوكال باش ما يلصقوش فينا حنا بالله راه حنا هنا مال المشاكل ولا شي حاجه. شكرا شكرا لك بارك الله فيك. كيف ما شفتوا مشاهدينا ديال الرساله لهاد الناس هذا هو السوق اللي كيتذكروا عليه هاد الناس اللي جاي في وسط الاحياء السكنيه. فشكرا لكم مشاهدينا كنتمنى تكونوا في افضل. معنا احد الساكنه كذلك بغى يوصل الرساله ديالو. تفضل. احد الساكنه في هذا الحي هذا. تفضل. احد الساكنه في هذا الحي هذا اللي هو شارع النماء حي النرجس الضيف. كنطالبوا بهاد الناس المعنيه والسلطه المعنيه يحيدوا علينا هاد الفوضى هادي حيت هادي راه اكثر من 6 سنين وحنا كنعانيو معاهم. كنا في الطايع راه ما نقدرش نقول لكم داك الكلام اللي كنسمعوه على الصباح. كيجيو مع 7 الصباح حنا ما كنعسوش. انا عندي المحل ديالي ها هو والدار ديالنا ساكن هنايا وكنعاني معاهم. عينا نهضروا غير بلاتي ما بغاوش يديروا لنا حتى شي حل. ملي كتهضر معاه كيبغي انه بحال اللي شاري البلاصه فهمتيني. ما كيخليكش تهضر معاه ولا كيسمع لك ولا شي حاجه. تخسر الهضره ويوميا يوميا حاسكم كنسمعوا الهضره الخايبه الطايحه والدباز الدباز على كتخمم والدينا انت المخيب في الجيران هنايا ما كاينش لي حل الصرجم ديال وفي هذه الاوينه عاوتاني الاكتضاض ما كيبقى لا حجر صحي لا داكشي. لا هضره عاليه راه كيشوفوا كيجيو السلطات من هنايا وكيضروا من هنايا وكيشوفوا يعني كنطلبوا السلطات المعنيه تجي تدخلنا الله يرحم الوالدين في هذا الشيء راه لا حول ولا قوة الا بالله. شكرا لك بارك الله فيك. كما شفتوا مشاهدينا اذا كنظن ان الميساج واضح. فتبارك الله عليكم مشاهدينا ودمتم في رعاية الله. هذا هو الصف اللي كتشوفوا معنا مشاهدينا. اذا مشاهدينا تبارك الله عليكم كنتمنى تكونوا في افضل الاحوال والى اللقاء.